نتصرف بقلة أدب مع الله؟ طبعا ممكن تستغرب هذا الشيء. يا دفعت بلا. أي في يوم من الأيام جتني امرأة كبيرة في 40-50 كذا ومعها ولد في العشرينات. فجلست على الكرسي على أساس أنه أنا أفحص عيونها ونظرها. الدكتور سعود الشعلان طبيب عيون. طيب فبديت الفحص وفحصتها، لكن اكتشفت أن واحدة من عيونها ما تشوف فيها الحرمة. نعم. فأنا جالس أدور أبغى كلام لبق عشان أمهد لها في الموضوع عشان ما تجرحها، وكبيرة سن فما تدري عن ردة فعلها. فبديت أقول لها نظرك زين وكذا. قالت والله يا ولدي أنا واحدة من عيوني أصلا أنا عارف أني ما أشوف فيها، فمثل ما يقولون قصرت علي العنوة. فقلت لها إي واضح، أنا الآن بديت أخذ راحتي معها. فقالت إي من زمان هذا الموضوع. قلت لها من متى يعني؟ فقالت لي بعمر هالولد اللي جالس، كان معها ولد في العشرينات بعمر ولدي عبد الله. قلت لها ليه وش الرابط بينهم؟ قالت هذه سالفة طويلة. قلت لها ما يخالف يا أمي قوليها، أنا من ناحيتي أحب أسمع كلام المرضى حتى اللي ما له علاقة بالتخصص، منها أنه أنا أتعظ ومنها أنه أنا أبدأ أمرر القصص هذه والعبر للآخرين. فقالت لي يا ولدي أنا ما كان يجيني إلا بنات، بنت ثانية بنت ثالثة بنت رابعة، وما الله عز وجل رزقني بولد. حاولت وسويت ورحت وعالجت وطب شعبي وطب ولكن ما جاني، ودعيت الله عز وجل وما الله عز وجل أعطاني. فتقول في يوم من الأيام وأتذكر، هي تقوله تقول وأتذكر اللحظة زين، كان يوم جمعة بعد صلاة العصر. تقول أنا كنت في لحظة ضعف جدا، فبديت أدعي وانهرت، قلت يا رب أنك تعطيني ولد لو تأخذ واحدة من عيوني. الله. نعم. فهي طبعا تقولها بحرقة، أنا انصدمت من كثر ما هي تبي ولد، من كثر ما هي تبي ولد، طبعا هي يعني من الضعف اللي فيها. فقالت وعطاني الله هالولد. فقلت لها طيب يعني وشلون يعني مجرد ما أعطاك الولد راح نظرك؟ قالت لا يا ولدي الله عز وجل ما يعاملنا كذا. قلت أجل وشلون؟ قالت يحط أسباب، إحنا نظنها أسباب بينما هي ألسنتنا والدعاء اللي إحنا نتفوه فيه في لحظة الضعف. قلت لها ليش؟ قالت أبد يا ولدي والله، وأنا فك المهاد الولد تمغط، هذا الولد عبد الله تشير عليه، وإنه بطرف ظفره جرح عيني. الله. فالولد اللي أنا طلبته هو اللي جعلها الله سبب أنه يفقدني به النظر، جاء وراحت عيني. أي فتقول يا ولدي لا تتشرط على ربك، خل الله عز وجل يعطيك الشيء اللي يناسبك في الوقت اللي يناسبك بالطريقة اللي تناسبك. الله. والله عز وجل ما يساوم، يا رب عطني الشيء الفلاني وأعطيك الشيء الفلاني، يا رب إن نجحتني بأطعم كذا مسكين. لا لا، الله عز وجل يعطيك قدرك اللي يناسبك ويناسب شخصيتك ويناسب حياتك. أدري يا خالد